لو الحكاية فيها إن فيتو. ستة وستة. نقطة بالنسبة للموضوع المتخللات، تخصيص التخللات في المتخللات. على فكرة محطة محسخة مطمع جهات متعددة. تمام. لكن الموضوع ده خلاص يعني هننتهي منه قريبا ان شاء الله، لكن لازم ان احنا نحافظ على الارض الزراعيه اللي موجوده في المحطه، وهنشوف حل للمشكله دي لو في حاجه نقدر ندبرها هنحاول ان شاء الله. بالنسبة للترقيات، الدكتورة شيرين عاصم موجودة معانا وهي نائب رئيس المركز، واللي بيتم إعداد المقترح بتاعها. مفيش حاجة من اللي قلته كلها موجودة في المقترح الجديد. فهتطمن خير إن شاء الله. بس النشر الدولي هو اصبح ضروره يعني عشان نعمل ابسكيلنج. بس قللنا العدد قليل. النشر الدولي قلنا ليه؟ لان دي مؤسسه، دي واحده نشرين، دي مؤسسه علميه بحثيه تطبيقيه وما لقاش ليها جريد موجود بسبب ان احنا ما لناش وجود على الخريطه الدوليه. ده يعني ابسط يعني. احنا بالعكس احنا بنزود قيمه الباحث واحنا مش اقل مستوى. ده يبقى انت تطبيقي ولامس المزارع وانت جاي بعد المركز القومي هو ملوش وجود في ارض الواقع. يبقى معناها ايه؟ نقعد مع الدكتوره شيرين في النقطه دي بعد الاجتماع. لكن الليله الكلام اللي قاله الدكتور مش مفيش منه اي حاجه من موضوع الليله. هي نقطه برضه الدكتور عز بعد اذن حضرتك. هو دلوقتي البحث ب 12 دولي مجله دوليه محترمه متخصصه ليه يخضع للتحكيم داخل لجنه الترقيه؟ نفترض ان لجنه الترقيه رفضت. انا هقدر اخد المستحقات الماليه من المركز؟ هو ده السؤال. طالما نشرت في مجله دوليه ومحترمه لازم هيقبل في اللجنه. لكن لازم اللجنه تعيد فحص كل الابحاث. وفي لانه في بعض المجلات اللي بيقال انها دوليه لكنها لا قيمه لها وما لهاش لا امباكت فاكتور ولا النشر له معاييره واللجنه العلميه لها معاييرها في التقييم. النشر له معاييره من بحث يستوفي شروط معانا ينشر، لكن قيمته العلميه دي اللجنه العلميه اللي بتقيمها. دكتور عادل بس بنقول لو بس